أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني عن تخصيص 5% من إجمالي الوحدات المطروحة من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضمن الإعلان الجديد بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين ذوي الهمم. وأوضح الشربيني أن هذا التخصيص يأتي في ضوء التوجيهات الرئاسية بضرورة الاهتمام بالمواطنين ذوي الهمم وذويهم، وذلك في إطار رؤية الدولة للارتقاء بجودة الحياة للمواطنين من ذوي الهمم وتقديم سبل الرعاية والدعم لهم.